بتصدق جو الشعب ما شاء الله على الموجي وحركات. ها شخبارك؟ مساء الخير آية. مساء النور ميسي والله سعود. ميسي مين؟ دخل ميسي في الموضوع؟ احنا داخلين تحدي. ايش جاب طاري ميسي؟ يعني مشتاق لك، وش فيك انت؟ ما حد يشتاق لك يعني؟ يقول اشتقت لك. شنو ميسي؟ ميسي ايش جابه في الموضوع؟ ميسيو 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 يعني مس ميسيو منطقي. مس يو كيف ميسيو ميسيو فضحتنا ميسيو. مس يو كيف يعني وش هو يعني اشتقت لك؟ يعني انت طيب بدل هلا في الفوا والله الدوره انا هذه قلت قولي اشتقت ميسيو، لكم. قولي قلت اشتقت ميسيو تمام. يقول لي وش دخل ميسي؟ ثاني مش طيب منها سعود، ثاني مش طيب عندي اي مشط. خاله بنتك تغلط علي. اقول ترى الحين بتجيني بالشبشب، بسكت بس. يا عيال عمركم شفتوا ام احلى من بنتها؟ ما صارت صح؟ صارت عندهم آية ما شاء الله. تلعبين ايوه جولة اخت آية من العراق؟ ايوه العب جوله وعلى الصدام السعودي. تدري الهلي يا مركب بالبحر ما ماي الماء ماي الماء ماي اي جايز سكيب الي الي يا عاتك بيسكم في المربع. ايش اللي مستوى سعود سكورتكم؟ انت وين غايب؟ اشوفك ما تبث. يا غايبة شلون بعدي قويتي الله وشلون قلبك طاعك تهجري. بالله خلي امك تجي. تم ابشر انا بروح. يا ملكة جمال العراق منو؟ الشقراء امك. ماما والله شوفي السعود يبي يشوفك ما دخلني. استغفر الله العلي العظيم. اختي وذاتي صرفتي انا ايش دخلني؟ هاتي انا اكلنا برا. لانك تابعين سعود ها؟ وقت انا اقول لك ابيكي تطلعين معاي ما تطلعين معاي. شفت يا سعود شفت؟ هذا مين هذا؟ يلا والله الفريج كله مزز. هلا والله. في سلامات. في رقبتك اختي؟ هاي متعوره طايحه على الدرج. اول لو جاء يا رب ما شاء الله. يلا تعال. لا لا انا بسوي شعري. لا لا يا رسمي يشوفون ايش تعال. يا ولي يا مزه يا ولي يا مزه. جهزوا واحد اثنين. تعالي بسرعه قدي. عند اسوي شعري يا ولي يا خال ارد اسوي شعري والبنيه تبي. يا 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 شعري بدون ما يخلصوا يا شعري يا خال يا خال الكبر مو مبين بيت يا خال. نقول له ميسي، نقول له شكر ميسي، نقول له بطيء. يا خالة يا خالة انت احسن من البنت والام احلى من بنتها. سعود ابي اسالك سؤال. تفضل تفضل. امي مو جميلة بدون ميك اب؟ سكتي يا ستي. مين استخدم ربع يقول 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 هل يخفى الشمس؟ لا القمر. يا عمري انت الشمس ولا القمر؟ خالة تصدقين لو عمري 35 تقدمت لك بس الشكل والله 20 سنة. ايش قد عمرك يا سعود؟ يقول العمر راح حوالي العمر راح قضيت هموم وجراح حوالي العمر راح يجليل ودموعي ظلت تسيل اصيح الويل يا خالة تعبت حيل يجليل ودموع ظلت تسيل اصيح الويل يا ويل تعبت حيل. خاله انا عمري 20 سنه يا خاله. العمر كله يا رب. وليش زعلان؟ خاله يقول يا خاله انا كان ودي بالزمان حقي يجي مثلك ورده. يا عمري انت لكن زماني ما جاء فيه الا مثل بنتك. انت ورده والله. ايش بيها بنتي؟ انا عمري 20 وشو فيني يعني؟ شفت عليك شو؟ شو قال؟ عليك مالت حلق. ام داك ام داك ام داك. شوفي تعالي من مثل امك تشوف زين شقار وما شاء الله. خاله ما عندك صوره يوم كان عمرك 20 سنه؟ اوه والله عندي. والله ما شاء الله يعرف يختار عمي. ولك سعود قاعد راحة سعود. والله أرد أسألك.
اسأل العم عن طريق الحب ولا عن طريق التقليدي؟ أكيد ما كنا جينا يعني إذا مو حب. العب العب أحس كان جالس في المقهى ويعتب على سكان الشاي. يا ولد خذ رجاي خذ رجاي يا مزيونة خذ رجاي يا 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 والله يا والله إلا 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 يا ولد يا يا بنا هويان يا بنا هويان وبيالا وزقارة يا بنا هويان يا عمي يا 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 بنا هويان 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 بنص الليل يا بنا سهران عم يعني لو رجع بك الزمان وشفتيني مو رجل رجل ماكو سعود وينك مختفي ما قاعد نشوفك خالة طلعت عني اشاعات ايوه شنو قالوا سعود تزوج وكذا خير وبركة شكو بيها ايه ايش اللي خير وبركة انفصلت انا كنت احب عشرة كلهم راحن فندق انت مو سعود خليفة احتياط دكة انا مجهز الدكة ايه بكره تم العادي ما عليك يقول يا خالة يقول يا خالة قلبي من الجرح مجروح همه سام سنايبر يا عامر شكرا كل الداعمياتك فاضي في الداعمين الله ليهنكم خالة أرد أقول لك بيتين شعر يقول يا خالة يقول يا خالة ضاعت زهرة شبابي في التيك توك يقول يا خالة ضاعت زهرة شبابي بالتكتك وأنا أطلع على وجه بنيتك مفلتر ولك التشبيك أمي وأني بنتها وجهي مو وجهك طيب دقيقة خلنا الواحد يقول وش فيك مغهور من وجهي مو ماج مو مغهور شوفي أمك شوفي الجمال شوفي الحسن وكمان حتى بدون ميكب وأنا متأكد يا ترى طالع على والدي أشبه والدي أصفر يا سعود شبيك أروح شفتي وجهي خالة شفتي وجهي ولا أنا حمار ما يطلع بوجهي خالة لا عشاك لا عشاك مو بس انا تغصفني ايوه احمار شافني نهق قال يحسبني جني انت بعدك بحس شبابك شوف باكر والله البنات لا يرقضن وراك ركض الله يا بنات ركض وراك خلاص انت نايمه بالعسل خال تعسيد الليل والله العظيم والله شبيك تراك حلو سعود ما شاء الله عليك شويه شويه بعد شبه طاشمط لا لا اتشاقه وياك اتشاقه والله مو علي والله. الحق مو علي الحق علياني والله انك مزيون اقسم بالله انك مزيون هاي قسمت بالله شو تريد بعد هلا قولي التم عيوني ها قولي التم تم والله امك وعدوك يصلك تجيب لك اخر مدير ها شو يصلني ها قطو هذا ايه هذا ايس قول يا خال ليتني قطو في البيت واشوفك كل يوم مره مره ليتني يا خالة قطو بالبيت وأشوفك كل يوم مرة وأقول يا جميلة يا ذاك الزين ليتك تمر بحوشي مرة مرة أرد أسألك تكفى يا حبيب الروح هتحط لي القفص برا برا أرجوك يا حبيب الروح حط لي القفص بالغرفة بالغرفة حتى أشوفك من قريب لو إنك نايم ولا فايق ولا مصحصح مصحصح أريد أحبك يا دقيقة عندنا بزرين أبو بعز ترى أنا بزرين ما توقف لعب ما شاء الله بزرين يعني أطفال أطفال جاهل طفل جاهل نلعب جولة ثانية يلا أخليك ويا أيو أني أوكي ها أخليك ويا أيو شو رأيك فين خالة والله بالعكس أنا شفت وجهك ضيق خلق شفت وجه بنتك أقول خطية أيوة سعود ليش خطية خطية يا للل خالة أنا بغيت تشبيك على أنت شبيك مقهور غيران من وجهي غيران من عيوني من خشمي من حلقي الحين سؤال يا يا خالة سؤال يا خالة ها أسأل جبت لك هيليكس غمرتين وجبت لك جيبليكسز وين تناظرين هذا الجمال كله شبيك سعود أي حلوة حلوة بس أنا أقول لك
اكيد انا لا حضر لا 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 يقول لك لا لا حضر الماء بطل التيمم. يا عمري وشو؟ لا شاقه 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 ايش فيك انت شاقه يا شقي شقي على صدام جايز ابي افوز عليه هذه الجوله كيف تسوي الدنيا فوضى يا ريت بطلت يقول كل العشيق ما بي صديق من لحظة ذي نفترق انت بدروب واني بدروب حس بعذابي وافترق يلي ما يسوى دمعة اي والله ما يسوى دمعة الله صح لسانك يا سعود بعد اسعود لا تمول بدعت امك خليك ساكت خلاص الحكم الاول ترمين ذا القطو مع الشباك خليني يحلق ايش القطو حطي له تبوله شيء خليه ياكل ويسد فمه لا حطي له تبوله هذا ياكل تونه ياكل اكل قطاوي شنو انا من طلعت الدنيا ما اكلت تونه توكلون قطو تونه بس ايس تبوله ايس بس تعال تعال شو يريد؟ ما جوعان خاف جد ليش تعال طيب تعال شو ليش ما تزوجون القطو حقكم خاله وين زوجه خرب بيتك انه تسلب بكبره ما شاء الله ما شاء الله خطيه يا جماعه هذا سعود بعد 50 سنه جيبيه 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 بسولف معاه شايب بسولف معاه جيبيه عاتي عاتي سولف مع سعود قول له ايس ايس شوفه شوفه حلو ما شاء الله شوف عيونه شوف عيونه سعود جايز شدوا جايز جايز الدبل عيونه عسلية ما شاء الله على عيونك خالة لا عيونه ثلجية ازرق وابيض خالة يا خالة طريف كله لو تفرني ما تلقى واحد عينه خضراء شد الدنيا والله الدنيا خربانه شو يقول شو يقول انت تعرف سعود ان انا اختي عيونها زرق يا ما ادري تدري ان عيون اخوي الصغير بنفسجيه بنفسجي هو ذا يشوف رنا يقول لا انتو رنا تماما مختلفه سبتو اللي انتشرنا الصيف سام المتكي ارحب يا المتكي يا سعود غنينا مع شوكتي الكل قاعد اسمعي خال اسمعي قصيده حق الطير جايز جوله قالوا نصيحة تترك الطير وتصير طبعا انت الطير وبنتك الحمار تجرب الاسم ليني تجري عمارة وخذ فكر ودوختني تذاكير وشلون نبدا في طريقة جحفلوه شو جحفلوه؟ جاي يقدم اعتذار الملكة جمال بيتكم آية يا عبد لا آية تدري بيك انت ما تقصد شي قاعد تشاكل عكب انك ما قلت انت بكرتونك ولا خبل بتصير مشاكل هنا خارة الحكم الأول أيوة فهد أرحب يا فهد خارة الحكم الأول يد القط ولا هل تام لا وشربوش ولا حل ما اعرف شوفي بس سمع من شاف وجه سعود قاعد يغني وياي نغم شبيك يا سعود رقم الرقم رقم منو البلديه عشان لو جو يسوي لي شنو زباله ادق عليكم اقعدكم اوكي عبا سدي الباب ايه
هاي تفهم اكثر. ابغى رقم الوالده ان شاء الله. سليني ليش؟ طيب ليش؟ يمكن البلديه يجوني بياخذون الزباين تكرمون وكذا، فانا اجي ادق على امك خلي تفك لهم الباب. ادق على امك تفك لهم الباب بالله. الله عليك. الله يسلمك يا ضيف الدائمين تكفون. الله يسعدك. يلا يلا قاعد خلي حكمك سعود اترخص منكم اني ومن سعود. خاله اشوفك ان شاء الله باكر. خاله خاله يا معالي يا معالي خاله يا معالي يا معالي. يلا باي باي اترخص منكم. باي سعود. يلا خاله ليش تطفي المكيف حر؟ ما ادري ما ادري ما قاعد اشتغل. ايوه احكامك سعود. راح تحكم آية سعود اللي تبينه يا خالة. لا سمح 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 خالة صحيح قل انك حلو واسمع سمح الحكم الاول. لا ما يحكمك سعود. شو انت قلت حتى ما يعرف آية. ايوه الحكم الاول لا جميلة إلا أقول لك يعني صحيح. والله تصدق يا سعود إحنا إذا نمشي بمول وكذا إذا نقول أمي يعني ماما ماما والله كل العالم متناظر تقول على طول يقولون هذه أمكم أنا وأختي. زين الحكم الأول أختي. أيوة مش تبي نحكم تبي نحكم عادي احكم عطني ثلاث احكام وابشر بالتنفيذ. حصانة؟ لا اصطب الحصانات. تاخذين حصانة ولا كيف؟ لا ليش لا؟ دقيق بس خلنا اعدل الستاند. ايوه ليش لا؟ لا تاخذين حصانة ولا لا؟ لا عطني ثلاث احكام حق الداعمين. وش حصانة؟ جولتين انت فايز احكم. خلاص سامحتك بهن امون على الدعمين الله يسعدكم. يا ها بعد عيوني انت والله. انا ايوه اقول لا تتكبر لا تتكبر. تكبر بس تميلح فهمتي؟ لا 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 تتميلح ما يلوق لك التميلح. انت ما تتميلح لا تدخلون واحد بحاله. لازم تكون عيوني خضر ودقني اصفر ولا شيء. الله لو انت كان عيونك خضر ولك سعود. انت وين لحيتك؟ موجوده وينها؟ نايمه وين ما عندي ما الله اعطاني دقن. حول معقوله؟ اي والله عمرك 20 سنه. 20 سنه شكرا بعد هذا الله اعطانا. يا جماعه في واحد عمره 20 سنه ما عنده لحيه؟ انا. ايوه والشنب؟ شنب عنده سفرة. سفرة؟ على اي دولة؟ على اي بلد؟ يلا 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 خلاص يلا يلا. تبي شيء آية؟ سماح؟ سامحتك صديق والله؟ ايه والله؟ ايوه خلاص اوكي يلا يلا الله يسعدك. انا بعد شبدي لا تزعل.